نتصور امامكم مشاهدي قناه شوف تي في على المباشر شارع سان نوفمبر، التقاطع بشارع سان نوفمبر شارع دريك حارشي. هذه هي المشاهد مشاهدينا الكرام. الطروطوار ما كاينش، المواطنين كما كتشوفوا كيمشيو في الشارع ما عارفين نفهم الخطر، ما عندهم منين يدوزوا. بدون سابق انذار مشاهدينا الكرام، بدون سابق انذار، ما كاينش شي لافته هنا كدل على ان كاين هنا اصلاحات. والصور امامكم مشاهدينا الكرام، ناس كيدوزوا، ناس كيعرضوا انفسهم للخطر. اصلاحات ديال التراموي، صداع ديال الطريق، كيكون واحد الخشناق مروري اليوم. وفي هاد الساعه هادي الساكنة غيتزاد على مشكل اخر اللي هو الرصيف، ما كاينش تطوار، ما كاينش الناس ما لاقين منين يدوزو. كاين هنا محلات، ما كنعرفوش على سان نوفمبر وشارع ديال الحارشي كيكونوا محلات تجارية، كل واحد الرواج التجاري. المحلات غيتضروا بشكل كبير، الناس مضرورين اكثر من هاد الحالة المزرية اللي وصل ليها شارع سان نوفمبر وشارع ديال الحارشي. يعني الناس ما لاقين منين يدوزو مشاهدينا الكرام. الناس كيعرضو انفسهم للخطر كيما كتشاهدو، الطريق مضيقة بزاف، التروطوار ما كاينش، الناس كيدوزو من الشارع، غير طري يدوز من الشارع. الله يستر الا كان شي دري صغير بغا يدوز من هنا ما غاديش يقدر يدوز من هنا، غيدوز من الشارع. حنا كنعرفو كيكون واحد الخشناق مروري هنا في شارع سمو ندير شارع ديال الحارشي. مشاهد امامكم مشاهدينا الكرام، يعني الصور امامكم، الناس ما لاقين منين يدوزوا بسبب التروطوار ما بقاش، التروطوار ما كاينش بسبب اصلاحات بدون سابق انذار. يعني الناس تفاجئوا في هذه الساعه هذه، التروطوار اصبح مخرب، ما كاينش تروطوار، الناس ما لاقين منين يدوزوا كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام على المباشر. محلات تجاريه، مقاهي، كي غيحلوا كيفاش غيديروا؟ الساكنة هنا كتعاني من اشغال التراموي اللي مازال لحد المثلات، من خشناق ديال خشناق مروري اللي كيكون في ثلاث ساعات اليوم، من صداع ديال الاشغال مشاهدينا الكرام. والان غيتزاد عليهم مشكل ديال الرصيف، ما كاينش، الناس ما عندهم منين يدوزو. حنا كنعرفو الرواج التجاري، رواج الناس اللي كيكون هنا في نقطة التلاقي بين شارع دريك حارشي وشارع سان نوفمبر. الناس اللي غيدوزو، هذا هو السؤال. يعني على الاقل غدير دي بانو، غدير اسمك تشويه باش الناس يعرفوا ان كاين اشغال، الناس يعرفوا منين يدوزوا. للاسف هادشي ما كاينش كما كتشوفوا مشاهدي الكرام، صور امامكم. حالة كارثية مشاهدينا الكرام، حالة كارثية، أقسم بالله أن الدري الصغير ما غاديش يقدر يدوز من هنا. الناس يردوا الباب، الدري الصغار شما يردوا الباب. يعني الانسان غيضطر انه ينزل الشارع، والشارع كيكون عامر طوموبيلات، عامر بالحافلات. نداء المسؤولين انهم يخرجوا بشي بلاغ، ولا يخرجوا يقولوا انت غتسهل الاصلاحات، ونتمنوا انها تسهل عما قريب. رسالتي للمواطنين متعملي الطريق من الراجلين انهم ردوا البال من هذا التروطوار هذا، ومن هذا الزحام اللي كاين هنا، ومن هذا الرصيف اللي ما كاينش، ردوا بالهم.
سهلا مشاهدينا الكرام، كنوصلوا لنهايه هذا المباحث، كنشكركم على حسن المتابعه، نتمنى ان رسالتكم وصلت الى الله.